وصبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من بدون تحيز. الله يهدي النفوس ويعدي هذه النسخة على خير إن شاء الله. أنا أعتقد النسخة هذه بدأتها يعني بإشكاليات، بانقسامات، بتحزبات، لا يوجد لها قائد، لا يوجد من يوجه هذه النسخة. إذا هذه النسخة كملت على ما هي عليه أعتقد أنها راح تكون نسخة للنسيان، إلا إذا أرادوا فعلا أنهم ينقلون هذه النسخة إلى بر الأمان. صباح الخير علي. على المشاهدين الكرام فقط لا غير بلا متسابقين. صباح الخير سالم. صباحك الله بالخير. والظاهر والله أعلم إن حنا بالغنا في الواقعية وخلينا الأمور على ما هي عليه واصطدمنا بأمور يعني ما كنا نريد أن تظهر على الهواء. هذا الأسبوع الثاني وتظهر مشاهد ما شفناها على مدى البرامج الواقعية السابقة. اليوم حتى في فقرة الوقف وأمام ناصر الغامدي اللي دائما يصلح بين الغياب اليوم يحضرها عيانا بيانا. مشكلة كان الأطراف فيها فيحان وهباس. هباس استفزازك لزملائك بلغ أوجه. الشباب اللي عندك لموا بعض ولا شوفوا لكم وضع، عدلوا نفوسكم. ولا الآن في بداية الأسبوع الثاني يعني ما مدانا نمشي وذي المشاكل، واحد يفسخ جزمته أمام الناس وأمام المشاهدين بيضرب الآخر. عندكم غياب القائد واضح، عدلوا أموركم. حنا بنبقى كما نحن واقعيين، ما عندنا لا تمثيل ولا عندنا شو ولا عندنا صناعة حدث، لأن حنا نراهن على هذا. لكن الوضع أظن خرج عن السيطرة. صباح الخير أبو منصور. صباح النور أبو فهد، صباح الجميع، صباح الزملاء. حديثكم صراحة في 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 محله بخصوص بعض المتسابقين وبعض يعني حال المتسابقين وما تدور فيه الأحداث. هنا يرجعني شوي إلى قبل أمس أو أمس أبو سلطان لما يقول إنه خلهم ينفعونك اللي يسوون لكم أحداث وكذا. إيه هذه عدت مرة مرور كرام، لازم توقف عندها، نشوف من اللي يصنع، من اللي يسوي كذا. هل فعلا الشباب يصدمون في بعض بناء على تكتيك ولا شيء؟ لازم نعرف. المتسابقين أيضا، الزعيم، وين الزعيم؟ عقاب، مو عقاب، شو اسمه، المري، عقاب المري، عقاب نعم. وينها؟ اختفى بعد الحادثة اللي صارت في الكفش في الهنجر. أشياء كثيرة أبو فهد. الواقعية فعلا يقول سالم، ولكن هناك الأحداث، الأشياء المهمة اللي المفصلية مغيبة، تطلع لنا مشاكل بسيطة. لازم نعرف الأشكال هذه قبل لا نعرف المشكلة. طيب فيحاني، ليت فيحاني يكون معنا في الكفش الروم.